بعد تفاعل طبعا القائم على النقد البناء والمسؤول الذي كان لفريقنا النيابي بمجلس النواب مع هذه الحصيلة في مدة زمنية ضيقة لا تسمح طبعا بتناول كل المواضيع. نعود اليوم إذن معكم من خلال هذه الندوة الصحفية وبالخصوص من خلال هذه الرسالة المفتوحة رقم 2 لإبراز مجموعة من الملاحظات والانتقادات في هذه الحصيلة للوقوف على مجموعة من الثغرات والنقائص. طبعا توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد الرئيس الحكومة وليس إلى حزبه هو شكل عاد ومسؤول من أشكال الممارسة الديمقراطية السوية ومن سبل المساءلة المؤسساتية العادية التي تدخل في صميم الأدوار التي يخولها الدستور للأحزاب السياسية وخاصة للمعارضة. نتمنى إذن أن يتم هذه المرة تعامل مع هذه المبادرة برحابة صدر ودون أي تشنج، بما لا يمنع طبعا من التفاعل مع مضامينها ومن تقديم جميع الشروحات المضادة لما ورد أو سيرد في هذه الرسالة. ما نريده هو حوار صريح ومسؤول وبناء يسهم في الرفع من قيمة العمل السياسي، حيث يبقى الهدف هو إشراك مختلف مكونات الرأي العام الوطني، وأنتم وسيلة أساسية من أجل الوصول إلى ذلك. إشراك هذه المكونات في الحوار بشكل شفاف، وما نطمح إليه طبعا في نهاية المطاف هو الرقي ببلادنا وتقدم شعبنا، مع تأكيدنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأننا نعرب عن كامل تقديرنا للسيد رئيس الحكومة ولكافة وزيرات ووزراء هذه الحكومة التي يرأسها، وطبعا للأحزاب الثلاثة التي تشكل التحالف الحكومي، ونأمل في نجاح طبعا عمل هذه الحكومة، ومن أجل ذلك نقدم كل الملاحظات وكل هذه الانتقادات الواردة في الرسالة المفتوحة رقم 2. إليكم الآن إذا سمحتم نص هذه الرسالة التي وجهناها هذا الصباح إلى السيد رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة المحترم، تحية طيبة، وبعد، عرضتم أمام البرلمان حصيلة نصف ولايتكم الحكومية حيث اعتبرتموها من موقعكم إيجابية وغير مسبوقة، ولقد حرص حزبنا من خلال فريقه النيابي على أن يتحلى بأقصى درجات المسؤولية والاتزان
في مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومتكم بإقرار الإيجابيات على ندرتها وشوائبها وإبراز النقائص والاختلالات الكثيرة التي تكتنفها. ونريد بداية التذكير بأن حكومتكم التي جعلت من النموذج التنموي الجديد مرجعا أساسيا لبرنامجها هيبته منذ ذلك الحين، كما يدل على ذلك عدم الإشارة إليه ضمن الحصيلة المرحلية بإصلاحاته المختلفة التي ربما تفوق طموح الحكومة وأدائها. فيما حضرت في هذه الحصيلة اختيارات وتوجهات ليبرالية صرفة تخجل الحكومة من الإفصاح الصريح عنها وتعمد إلى تغليفها بقناع من خلال الرفع الزائف لشعار الدولة الاجتماعية. إنما يدفعون في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة بهذه الرسالة المفتوحة الثانية، هو أن حكومتكم تمادت بإصرار واستعلاء أثناء مناقشة هذه الحصيلة في الادعاء بتحقيق كل انتظارات الشعب المغربي وفي اعتماد خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضا عن الذات، خطاب غابت عنه بشكل مقلق الموضوعية وافتقد إلى التواضع والنقد الذاتي. وحتى يكون الرأي العام شاهدا على الحوار الذي نريده أن يكون صريحا وبناء بيننا، اعتمدنا هذه الصيغة التي تندرج بشكل طبيعي في صميم ممارسة الديمقراطية السوية كشكل من أشكال النقد الشفاف والرقابة المؤسساتية والتعبير السياسي التي خولها الدستور للأحزاب السياسية. إن خطاب حكومتكم ينطوي على خطورة مؤكدة لأنه يفتقد إلى الاتزان المطلوب ويتسم الانفصام عن الواقع ولا يراعي هموم وآلام معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيم منجزات لا يلمسون أثرها على حياتهم، كما أنه خطاب يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة. ثم إنه خطاب يتناقض بل ينزعج ويشكك عمليا في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة اقتصاديا واجتماعيا التي تدلي بها على سبيل تنبيه حكومتكم مؤسسات وطنية رسمية. أمام ذلك فإنه من صميم واجبنا ودورنا السيد رئيس الحكومة أن ننبه حكومتكم وأن نضع حصيلتها تحت مجهر الحقيقة ومحك الواقع لعلكم تشرعون فعلا في تغيير سياساتكم وفي إنجاز على الأقل ما التزمتم به في برنامجكم الحكومي، على أساس أننا لن نكرر بعض الإيجابيات التي تطرق إليها حزبنا في مجلس النواب، كما لن نذكر كل الإخفاقات بقدر ما سنكتفي بتسجيل 10 منها تبرهن بالدليل والملموس على فشل حكومتكم. أولا، تجاهل خطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي
إنه لمن الخطير جدا بالنسبة لمسار البناء السياسي والديمقراطي في بلادنا أن تتجاهل حكومة تدعي أنها سياسية مقاربة هذا البعد الأساسي والمصيري، مما يعني أن حكومتكم تعتبر نفسها غير معنية لا ببلورة الدستور ولا بتوطيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ولا بقضايا المساواة ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية ولا بمصالحة المواطنين وخاصة الشباب مع الشأن العام ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي ولا بالتصدي للتراجعات المسجلة في الحقل السياسي والحقوقي. فلم تحقق حكومتكم أي منجز على هذا المستوى، وعجزت عن اتخاذ أي خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمت في مزيد من تردي مكانة وصورة الأحزاب السياسية، وتجرأت على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تحرك ساكنا أمام تراجع أو مساس بحرية التعبير. وانحصر النقاش العمومي في عهد حكومتكم التي تتفادى إلى اليوم نداءاتنا المتكررة لأجل فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذ الآن، بما من شأنه حماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحش وغير القانوني للمال، وخفض معدلات العزوف ربما لأنها حكومة لا ترى مصلحة في هذا الإصلاح وتراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021. ثانيا، تفاقم خطير للبطالة وخاصة في أوساط الشباب. لقد التزمت حكومتكم مع المغاربة بإحداث 1,000,000 منصب شغل في خلال 5 سنوات، لكنها فشلت، وها هي حصيلتها المرحلية صادمة، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021، أي في بداية الحكومة، إلى 13.7% في مارس 2024. 36% من هذه البطالة في أوساط الشباب. وبلغ عدد العاطلين 1,645,000 شخصا، وبعد أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10,772,000 شخصا، فقد نزل هذا الرقم في مارس 2024 إلى 10,337,000 شخص، بما يعني أن اقتصادنا الوطني فقد في زمن حكومتكم 435,000 منصب شغل. وقفز عدد الشباب الذين يوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شاب. وانخفض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3% بعدما التزمتم برفعه من 20% إلى 30%. إنه فشل ذريع في المقاربة الاقتصادية للحكومة، وعجز بين منها في تطوير قدرات المقاولات المغربية وفي اعتماد تطوير حقيقي لتصنيع حديث، وهو فشل لا يمكن لحكومتكم أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رفق جل حكومات الماضي ببلادنا دون أن تصل وضعية البطالة
إلى كل هذا المستوى الخطير. والأدهى أنه أمام هذا الوضع الكارثي لم تجد الحكومة من جواب سوى اللجوء إلى مكاتب دراسات، وهو أمر محير ويدل على ضعف المقاربات السياسية لحكومتكم في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبل فرصة وأوراش محدودي الأثر، حيث خلقت الحكومة من خلالهما انتظارات عريضة لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثم أحبطتهم بشكل صادم يفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام. ثالثا، فشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال. لقد التزمت حكومتكم بتحقيق نسبة نمو 4%، لكنها فشلت ولم تحقق سوى ما بين 1 و3% على مدى سنتي 2022 و2023، وأفلست في عهد حكومتكم رسميا أزيد من 27,000 مقاولة صغرى ومتوسطة دون احتساب عشرات الآلاف المقاولات الأخرى التي تختنق في صمت. وتعثرت حكومتكم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت 53% في سنة 2023. وعجزت حكومتكم عن تحقيق أي تقدم في جعل الاستثمار الخصوصي يشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي الوطني، ولم تلتزموا ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500,000 منصب شغل. وفشلت حكومتكم في جعل الاستثمار العمومي في خدمة العدالة المجالية، حيث لا زالت تتركز 60% من الثروة الوطنية المنتجة سنويا في 3 جهات فقط. كما فشلت حكومتكم في تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة. تراجعت بلادنا في مؤشر إدراك الفساد في 2023 ب3 مراكز إلى المرتبة 97 على 180 عالميا. وتراجع مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 56.8، أي ما دون المتوسط العالمي الذي هو 58.6، لتحتل بلادنا بذلك المرتبة 101 على 184. وخالفت حكومتكم القانون بعدم إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى المنصوص عليه في الميثاق الجديد للاستثمار. أما المشاريع التي تمطر حكومتكم الرأي العام بالإعلانات على أن لجنة الاستثمار تصادق عليها بأغلفة مالية فلكية، فلا نرى لها أي تقييم حقيقي وشفاف من حيث مدى الإنجاز الفعلي، كما أنها مشاريع ضعيفة المردودية من حيث خلق مناصب الشغل. ولتفسير هذا الوضع الاقتصادي الكارثي تلجؤون إلى التدرع الانتقائي بصعوبة الظرفية الدولية، لكنكم تتجاهلون بل تهدرون الفرص التي تتيحها هذه الأخيرة، وأساسا منها الانتعاش المتناوم للاقتصاد العالمي بعد ركود فترة كوفيد وارتفاع عائدة السياحة وعائدات مغاربة العالم وارتفاع الموارد الجبائية والرسوم الجمركية بسبب ارتفاع الأسعار، أي من جيوب الأسر المغربية. رابعا، فشل بين في تحقيق السيادة الاقتصادية. لقد التزمت الحكومة بتحقيق السيادة في مجالات اقتصادية أساسية، لكنها فشلت في ضمان السيادة الصناعية،
حيث لا تساهم الصناعة سوى ب 15% من الناتج الداخلي الخام، ونستورد جل حاجياتنا من المواد المصنعة. والتزمت الحكومة بتوفير السيادة الغذائية، لكن أدت اختياراتها في السياسة الفلاحية إلى تصدير الماء عملياً الذي توجد بلادنا في أمس الحاجة إليه في مقابل استيراد الحبوب واللحوم والقطن، وإلى إغناء كبار الفلاحين في مقابل تدمير الفلاحة الصغرى وإقصاء العالم القروي من التنمية وقهر الفلاح الصغير. ورغم المجهود الكبير المبذول على مستوى الأمن المائي، إلا أن الحكومة مستمرة من خلال اختياراتها المتعلقة بالسياسة الفلاحية في الاستعمال السيء وغير المعقلن لما يزيد عن 80% من مواردنا المائية الوطنية، وفي استنزاف الفرشاة المائية دون استعداد لإعادة النظر وتغيير المسار. كما فشلت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية، حيث نستورد معظم حاجاتنا الطاقية بفاتورة تنهك اقتصادنا الوطني في غياب أي إرادة سياسية أو إجراء عملي لحل إشكالية المصفات الوحيدة لسامير وإعادة تشغيلها بالنظر إلى أدوارها في التخزين والتكرير. كما فشلت حكومتكم في الحد من الاقتراض المفرط، حيث وصلت نسبة الدين العمومي 86% من الناتج الداخلي الخام. وفشلت الحكومة أيضا في التحكم الحقيقي بعجز الميزانية، اللهم من خلال التفاف حساباتي يقوم على إدراج موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال وأرقاب التمويلات المبتكرة التي هي موارد مؤقتة لا تتسم بطبع الاستدامة والبنيوية والشفافية. خامسا، عجز عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية. لقد التزمت الحكومة بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكن حكومتكم فشلت في ذلك. فتأكد في زمن حكومتكم انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطنا نحو دائرة الفقر والهشاشة، وتدعي حكومتكم خفض معدل التضخم إلى 0.3%، متناسية أنه بلغ على امتداد سنتين مستويات قياسية من رقمين بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تعد أبدا أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها. مثلا أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت اليوم إلى ما بين 100 و140 درهم، وأسعار الغازول والبنزين تتأرجح بين 13 إلى 16 درهم. وأغنت حكومتكم بملايير الدراهم من المال العام أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام على حساب المواطنين المستضعفين دون تسقيف لأسعار المواد والخدمات المدعمة، دون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري. كما سمحت الحكومة بأن تواصل شركات المحروقات ممارسة التواطؤات في استنزاف لجيوب المواطنين ومراكبة للأرباح الخيالية، على الرغم
من قرارات مجلس المنافسة على علاتها، وعجزت عن مكافحة المضاربات وتضارب المصالح، ورفضت اتخاذ أي إجراء لتسقيف أسعار الغازول والبنزين أو تخفيض هوامش الربح أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%، وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون. أما الزيادة في الأجور فرغم كونها إيجابية إلا أنها لا تخولكم كل هذا الانشراح المفرط، طالما أنها زيادات لا تساوي فارق التضخم وغلاء المعيشة، ناهيكم على أن جاءت مقرونة بمنطق المقايدة الذي يثير تخوفات جدية حول كما عجزت حكومتكم عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها لضمان اشتراك المهنيين المستقلين، حيث لا يتجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13%، ولم تحصلوا سوى 27% من إجمالي الاشتراكات المفترضة، يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية. وعوض أن تؤسس الحكومة عملها على الارتقاء بالمستشفى العمومي، فقد جعلت من القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية بنسبة تناهز 75% حسب أرقام حكومتكم، وأزيد من 90% حسب مصادر أخرى، بما يؤكد توجهات الحكومة المنتصرة للوبيات المال. سابعا، عجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر. لقد أصبحتم اليوم والحمد لله متفقين مع فكرة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستضعفة، والتزمتم بتفعيله أو بتفعيلها كفكرة، لكن حكومتكم تلتف حول هذا الورش بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية فقط لخفض الكلفة، وأوقفت الحكومة صرف هذا الدعم عن عدد من الأسر شهورا قليلة بعد انطلاق الورش. هذا مع العلم أن الحكومة ألغت أيضا برامج اجتماعية سابقة، تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، تماسك الاجتماعي، وأن ما تقدمه الحكومة من دعم مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين الوارد في البرنامج الحكومي. ثامنا، تعثرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن، وبخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي نسانده مبدئيا، فبالإضافة إلى الفرق الكبير بين الأرقام المعلنة 110 ألف أسرة سنويا بكلفة 9.5 مليار درهم سنويا، وبين ما هو منجز فعلا إلى حد الآن 60,000 طلب فقط، وتصفية ما يكافئ 600 مليون درهم فقط من كلفة الملفات المعالجة، فإنه توجد تدابير ضروري لم تتخذها كحكومة لتحقيق الهدف. وأساسا محاربة ظاهرة الأداء غير المصرح به نوار، وضمان إقبال المنعشين العقاريين على إنتاج ما يلزم من عرض سكني وخاصة السكن الاجتماعي، وتحريك الآليات والمبادرات العمومية لتوفير هذا الصنف من السكن. وفي غياب ذلك فإن هذا الوضع يلزم الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لتحويل هذا الإجراء إلى نجاح فعلي يلبي حجم الانتظارات على أساس التكافؤ الاجتماعي والمجالي. تاسعا، الحاجة ملحة لإحداث قانون ذلك لأجل ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتضح للعموم بجلاء المبالغ المالية التي ستصرف فعليا في هذا الشأن،
ولأجل أن تبرهن الحكومة على أنها ليست بصدد إعلانات مضخمة تخلق انتظارات عريضة وتفضي في نهاية المطاف إلى خيبة أمل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين. عاشرا وأخيرا، إصلاحات أساسية غائبة عن الحصيلة. إلى جانب كل إخفاقات حكومتكم، فإنها أيضا لم تباشر الإصلاح الجبائي الشامل والعادل بما فيه مواجهة التملص والتهرب الضريبيين وتقييم ومراجعة الامتيازات الضريبية. وفشلت الحكومة في إدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل الذي يشكل نحو 30% من الناتج الداخلي الخام من خلال الإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي من جهة، ومحاربة مكوناته المضرة بالاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي من جهة ثانية. وعجزت أي الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه الاستفادة الحصرية للمحتاجين إلى الدعم، ولم تشرع. وقبل ذلك من الضروري الإشارة إلى الزيادة التي أعلنت بالأمس على قنينة البوطة الكبيرة بعشر دراهم والصغيرة بدرهمين ونصف، ولم تشرع بعد في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ولا في إصلاح صناديق التقاعد. أما التحول الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر فيظلان خطابا بلا تدابير حقيقية. سيد رئيس الحكومة، هذه فقط بعض من إخفاقات حكومتكم، وتوجد أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها، بما يستدعي فعلا تغيير سياساتكم في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فعلا محورا للتنمية. وفي سبيل ذلك، على حكومتكم أن تأخذ بتوجهات مغايرة أكثر نجاعة، وأساسا منها بشكل مقتضب لا يهدف في هذا المقام إلى تقديم بدائل مفصلة، وهي بدائل موجودة في كل وثائق حزب تقدم والاشتراكية. إعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد، الرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، وتكريس دور الدولة المنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يقوي القدرات الإنتاجية لبلادنا ويضمن السيادة في المجالات الحيوية ويصون المرفق العمومي من التفكيك ومن توجهات الخوصصة، الاعتماد على تصنيع قوي وحديث وعلى نسيج مقاولات منظم وتنافسي ومسؤول ومدعم ويتمتع بمناخ سليم للأعمال بعيدا عن الريع وعن تضارب المصالح، بما يكفل إحداث ما يلزم ويكفي من مناصب الشغل القارة واللائقة، إجراء إصلاح جبائي عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار، المراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية بما يجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أولى الأولويات، إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية والإعمال الحازم للتخطيط الإيكولوجي في السياسات العمومية والعناية الحقيقية بالعالم القروي، تسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم ارتكازا على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية، التجاوز السريع للاختلالات التي تعيق التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته ومعالجة وضعيات الإقصاء من الاستفادة، بلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج الملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية لا شغل لا تكوين لا تعليم. سيد رئيس الحكومة، قبل الختم وبالنظر إلى راهنية الموضوع، نتمنى أن تتعاطى حكومتكم مع حالة الاحتقان الاجتماعي ومع التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة وفق مقاربة الإنصات والحوار. وفي مقدمة هذه الحالات اليوم، الوضعية المتأزمة والخطيرة التي تعيشها
كليات الطب والصيدلة منذ 5 أشهر دون تحريك ناجع من حكومتكم أو تحرك ناجع من حكومتكم. وأيضا حالات الأساتذة الذين عرضتهم الحكومة للتأديب عقابا لهم على ممارستهم للحق الدستوري في الإضراب. وفي الأخير نتمنى سيد رئيس الحكومة أن تتفهم حكومتكم تركيزنا على النقائص في مقابل خطاب الارتياح المطلق، وأن تأخذ تنبيهات وملاحظات حزبنا واقتراحاته التي أوردناها في هذه الرسالة المفتوحة بإيجاز شديد بعين الاعتبار، بغاية تعامل حكومتكم موضوعيا مع الواقع وبأفق تغيير الاختيارات والمقاربات في اتجاه الإصلاح الحقيقي ارتكازا على ما حملته حصيلة حكومتكم من إيجابيات وتصحيحا لما تخللتها من سلبيات، لأجل الإذكاء الفعلي لعناصر الثقة والأمل في أوساط الأسر المغربية. مع خالص التقدير وصادق التحيات.